وفاء زعفان رئيسة جمعية أصدقاء مولاي إسماعيل العلوي السلسولي لتراث المنحون بأسفي. اليوم شهدنا اختتام تظاهرة فنية على هامش الملتقى الوطني لفن المنحون بأسفي المنظم من طرف جمعيتنا. هذه الجمعية هي جمعية فتية تأسست يوم 29 يناير 2020، وهذا هو أول حفل وأول ملتقى كنقوم به على هامش هذا التأسيس. الهدف ماشي يعني البداية، يعني احنا ماشي يلاه بدينا، أو الهدف هو تكريم وعرفان بالجميل لشيخ المنحون أستاذ مولاي إسماعيل العلوي السلسولي رحمه الله، وكذا نشر التراث وتنميته بالمدينة. وشكرا. صمد بن حمان رئيس جمعية الرحاب الإسماعيلية للمنحون والموسيقى التراثية. تنظيم محكم، تجربة أولى رائدة الحمد لله. الجمعية ديالنا مع جمعية أصدقاء مولاي إسماعيل السلسولي مضينا واحد الشراكة اللي غادي نزيدوا بها القدام، والتجربة ديالنا راه الإشارة ديالهم، وحنا مستعدين باش نمد لهم يد المساعدة، ويمكن لنا أن نهنيهم اليوم ونهنيو مدينة أسفي على هذا المولود الجديد. شكرا. سمية طهراوي من مدينة مكناس، جينا اليوم باش نشجعوا الجمعية ديال أصدقاء مولاي إسماعيل السلسولي. إن شاء الله هذا أول ملتقى غادي يديروا الجمعية، وإن شاء الله نتمناو لها الاستمرارية ونزيد من التألق. كانوا متألقين وكان كل شيء زوين، وحنا جينا باش ندعموهم إن شاء الله، وما يكونش أول ولا آخر ملتقى. إن شاء الله غادي تكون مشاركة بزاف مع هذه الجمعية هذه، وكنتمنى لهم التوفيق. شكرا. المصطفى حطام.
صبح